لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف محافظ العاصمة سيد سعد شهاب. أهلا وسهلا بك معنا سيد سعد. إذا هل هنالك أرقام جديدة ومخالفات جديدة حتى هذه اللحظة سيد سعد؟ شكرا أخت انتصار، مساء الخير. مساء الخير مشاهدي محطة المملكة. أهلا بك أختي العزيزة. كما تفضلتي، هو لغاية الساعة 2 ظهرا كان عدد المخالفين لقانون الدفاع وأمر الدفاع 150 شخص، وتم حجز 34 مركبة. أما لغاية الساعة 6 مساء هذا اليوم بلغ عدد المخالفين لقانون الدفاع 309 أشخاص، وتم حجز 62 مركبة. الرقم يعني بصراحة مقارنة مع سكان محافظة العاصمة أعتقد أنه رقم مقبول، في هناك التزام تام من قبل المواطنين، وهذا الرقم مقارنة مع سكان محافظة العاصمة يعني معدل المخالفين كل مليون 60 شخص، ويعني هذا الرقم هو متعودين عليه دائما كل أيام الحظر. يعني نحكي هذا الرقم يعني بصراحة عدد نادر مقارنة مع الأعداد السابقة، وفي التزام تقريبا من قبل المواطنين، وندل على شيء، ندل على التزام المواطن بأوامر الدفاع، وأيضا كل هذا بالنهاية يصب لمصلحة وصحة المواطن. نعم سيد سعد، هل وصلتكم حالات طارئة لمحافظة العاصمة؟ وطبيعة هذه الحالات التي وصلتكم إن وجدت؟ سيدتي، بناء على تعليمات من معالي وزير الداخلية لإدامة غرف العمليات وتقديم العون والمساعدة لأي مواطن يطلب المساعدة، اليوم كان رجعنا لمحافظة العاصمة خمس عائلات عندهم حالات وفاة، وتم منحهم التصاريح اللازمة لدفن الموتى الله يرحمهم. طبعا نترحم عليهم. احنا الان اعطينا تصاريح لخمس عائلات للتوجه الى مقبرة لدفن موتاهم. احنا الان غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتقديم اي خدمة لاي مواطن يحتاجها سواء ليلا او نهارا، والحمد لله لم نتلقى اي استفسارات او اتصالات هذا اليوم سوى تصاريح لهذه العائلات. سيد سعد، يعني نحن الآن أمام مرحلة جديدة، نسجل عدد إصابات قليل، وأيضا الأسبوع القادم هنالك استئناف أكبر للحياة بشكل أكبر. استعداد محافظة العاصمة لهذه المرحلة القادمة؟ سيدتي أخت انتصار، يعني بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة إحنا بتوجيهات من حكم أسلاف من وزير الداخلية، غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة. الان احنا الاعداد يعني كانت سابقا اعداد طلبات لادامه الحياه وتصاريح للمواطنين تقطعت منهم السبل وجودهم في محافظه العاصمه للتوجه الى محافظاتهم. قدمنا عدد كبير من التصاريح بناء على توجيهات دوله الرئيس والتفويض اللي فوضناه اياه لمنح التصاريح اللازمه للمحتاجين. الحمد لله الخدمه احنا سواء العاديه متواصله جدا. الشكاوى بالنسبه بشكل عام بعد أن عاد الدوام الرسمي من قبل دولة الرئيس، الآن نستقبل أي شكوى أو أي ملاحظة في محافظة العاصمة خلال الدوام الرسمي وما بعد الدوام الرسمي. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا محافظ العاصمة السيد سعد شهاب. شكرا لك.